وفي هذه الحلقة يسأل عن صيام الست من شوال وعن فضلها جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم في الصحيح. وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كان هو صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر في السنة، فرمضان بعشرة أشهر والست بشهرين، أحسن بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله. مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفارة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.